بينضم إلينا في 90 دقيقة المحلل السياسي السوداني أبي عز الدين. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك في 90 دقيقة. أستاذ أبي، أستاذ أبي حضرتك على الهواء مباشرة في برنامج 90 دقيقة. أوكي. لو تسمعني أهلا وسهلا بيك. سامعك بس أنتوا تحملوا صوت العربيات. ما فيش مشكلة، احنا سعداء بوجود حضرتك معنا على الهوا، وإن كنا غير سعداء بتطورات الوضع في السودان. وحتى استشهد بجملة تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالأمس في قمة جدة، وهي الخوف، كل الخوف من تحول الصراع في السودان إلى صراع طويل الأمد. بتشوفوا سيناريوهات الحل؟ ألو سيد أبي حضرتك أيوة معايا؟ أيوة أيوة تفضلي. بكلم حضرتك عن سيناريوهات حل الأزمة السودانية، خصوصا وأنه بعض التقارير وبعض المحللين وحتى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت عن تخوفات عربية كبيرة من تحول الوضع في السودان إلى صراع طويل الأمد. طبعا كل شيء وارد، يعني خصوصا أنه كثير من الوسطاء في هذه الأزمة يعني لا يتفهمون حقيقة الوضع، أو ربما يفهمون الإشكال ولكن يحاولون التغاضي عن حقيقة أن هنالك تمرد داخلي، هنالك تمرد في الجيش، والأمر ليس خلافا بين قوى سياسية، يعني هذا تمرد داخلي فصيل عسكري، قوى من واحد من الأذرع العسكرية أو الأمنية في الدولة تعمل تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمردت عليه. فأي وساطة تحاول أن تتجاوز هذه النقطة فهي بكل تأكيد لن تنجح وستعقد المشكلة، مما يطيل أمد إنهاء أو القضاء على هذا التمرد هو الإشارات السلبية التي تأتي بين الفينة والأخرى لميليشيات الدعم السريع. فحتى الهدن التي يتم يعني استحداثها كل من والأخرى لأغراض إنسانية، هذه الهدن يتم استغلالها من طرف هذه الميليشيات كي تقوم بإعادة التموضع على الأرض وبالتقاط الأنفاس، مما يجعلها تعيد مواصلة الضربات، مواصلة استهداف البعثات الدبلوماسية، مواصلة اختطاف القيادات السياسية واستخدام المواطنين كدروع بشرية وغيرها من الممارسات التي يعني ينبغي على المجتمع الدولي أو الوساطة التي تريد أن تحل هذه المشكلة بأسرع ما يكون عليها أن تراعي التوصيف السليم لهذا التمرد في القانون الدولي. وهذه الجرائم التي ترتكب الآن ينبغي لأي وساطة أن لا تحاول أن تجعل المتمردين يحاولوا أن ينفذوا بجلدهم يعني من هذه الجرائم، وإلا سيواصلوا في هذا التمرد ولن يتوقفوا، وقد يعيدوا الأمر مرة أخرى، يعني سيغريهم هذا الصمت بمعاودة الكرة مستقبلا. طيب سيد أبي، يعني أبي. نعم. أبي حضرتك دلوقتي بتتكلم عن العائق الأساسي أمام وصول الوضع في السودان للتهدئة الحقيقية هو عدم القدرة على توصيف الفصيل المتمرد. إيه اللي بيعوق هذا التوصيف، أو إيه هي العقبات اللي بتقف أمام التوصيف الدقيق لهذا الفصيل المتمرد؟ العقبة الأولى الأساسية هي أن هذا الفصيل المتمرد كان جزءا من النظام، يعني قائد التمرد كان نائب رئيس الدولة وكان يتم إرساله، لكن صدر قرار بالأمس يعني بالتحلل. نعم. من هذه الصفة بالضبط. فبالتالي الآن ينبغي على الدول أن تأخذ الإشارة بوضوح، يعني كانت المشكلة أنك تتعامل مع نائب رئيس دولة بصورة رسمية ومع قواته التي هي جزء من الجيش، وفجأة بين عشية وضحاها أنت كدولة يعني شقيقة وجدت أن هذا الشخص الذي بينك وبينه يعني تفاهمات أو اتفاقيات فجأة تحول إلى متمرد أو خارج عن الدولة. فالوضع فعلا كان مربك لهذه الدول، نأخذ لها العذر في البداية، ولكن الآن واضح تماما يعني ما يحدث وما تقوم به هذه الميليشيات من جرائم، وهذا التحلل الذي ذكرته الآن منها وإعفاء حميتي. فبالتالي الآن على هذه الدول أن تقف وقفة واضحة، لأن أي من هذه الدول من دول الوساطة سواء أمريكا أو الدول الخليجية أو الأفريقية هنا إذا حدث تمرد داخل جيشها وحدث مثل هذه الجرائم فلن تقبل من أي دولة أنت. طيب سيد أبي. نعم. الهدف الأساسي الآن هو إحلال التهدئة أو على الأقل وقف إطلاق النار ومنع استهداف المدنيين. لو ده تحقق كيف يمكن الانتقال للمرحلة التالية، أو ما هي المرحلة التالية للوصول إلى على الأقل يعني نوع من أنواع الإطار السياسي أو إطار السلام؟ طيب هو بداية كيف نصل إلى هذه المرحلة، يعني مرحلة وقف إطلاق النار يعني أولا الجيش لا يمكن لأي جيش في الدنيا أن يتوقف عن حماية المواطنين وعن حماية سيادة الدولة،
هذا لا يمكن. فبالتالي المطلوب منه أن يوقف النار هو التمرد. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في حال فلنفترض أنه حدث استسلام من هذه القوات وقامت بالاستسلام والانضمام كما دعاها قائد العام القوات المسلحة البرهان أن تنضم إلى الجيش، تعود إلى حاضنة الجيش ويتم توزيعها بصورة يعني مختلفة عما سبق، فحينها نصل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي من الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة؟ لماذا ذهبت ميليشيات الدعم السريع إلى مروي وادعت أن هنالك جنودا مصريين يقومون باحتلالها وما إلى ذلك، ومن هددوا بأنه إما التوقيع على الاتفاق الإطاري أو الحرب بما يسمى بقوى الحرية والتغيير؟ هؤلاء هم الذين عقدوا المشهد وهم الذين صنعوا هذه الحرب، لأن حليفهم حميتي كان في الاتجاه إلى الزوال بموجب طلب الجيش أن يتم دمج هذه القوات في سنتين، ولكن أحزاب قوى الحرية والتغيير وحميتي معها المتحالف معها قالوا لا، الدمج يكون في 10 سنوات. فمن هنا بدأت الإشكالية والتعقيدات. طيب لكن اسمح لي هنا، يعني موضوع الدم كان حاضر أمس في كلمة المبعوث الخاص بالسودان، وهو حتى تحدث عن إمكانية دمج هذه القوات في القوات المسلحة بعد إلقاء السلاح، وحتى لوح بإمكانية العفو عنهم. هل ده يعبر عن الموقف السوداني بالدقة؟ طبعا بكل تأكيد، ومنذ البداية قالوا لهم ذلك، خصوصا أن الجنود مغرر بهم يعني وتلقوا تدريبات ويعني عسكرية طوال 10 سنوات، ومنذ أن قام البشير بتعيين حماية قائدا على الدعم السريع، يعني هذا الأمر تجاوز 10 سنوات. فبالتالي لا يمكن وليس من الحكمة أن يتم يعني التخلص من كل هذا التدريب الذي تلقوه والخبرة التي نالوها بالمشاركة في عاصفة الحزم في اليمن وغيرها. فبالتالي الأفضل أن يتم دمجهم يعني أو إعادة الدمج، هذا الدمج يعني يحتاج بداية إلى ما يصب في إطار بشكل عام توحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي فصائل متمردة خارجها، وجعلهم يقدموا المصلحة الوطنية على الولاء الوطني على الولاء القبلي والولاء الحميتي. شكرا جزيلا لحضرتك السيد أبي عز الدين المحلل السياسي السوداني على هذه القراءة.